عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده عاش الشباب اللي بيبني بعرقه مجده عاش الشباب اللي بيهزم اي هزيمه عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده. مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين حلقتنا، بس خلوني ارحب بالدكتوره منى نور الدين اخصائيه النساء وصحه المراه. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك يا يارا. اهلا بيك يا سيدي. ازي حضرتك يا دكتور؟ طبعا زي ما اتكلمنا قبل الفاصل عن اهتمام المراه بصحتها بيجعلها قادره على العطاء واستدامه مسيرتها. اهلا بحضرتك يا دكتور. دكتوره منى، كلمينا عن ايه هي اكثر المشاكل التي بتواجه الفتيات في سن الشباب؟ تمام. هي صحه البنت او صحه الفتاه بشكل عام تتطلب ايه؟ الانسان بدن ونفس وذهن، فلازم يكون في الجسد صحيح وصحه ذهنيه وصحه نفسيه. احنا النهارده هنتكلم على الصحة البدنية. أول حاجة بتهم البنت في سن وبالذات في سن الشباب بتهم المرأة عموما هي إيه؟ الشكل الخارجي. أكيد يا دكتور. مش كده؟ الطلة شكلها إيه في المجتمع؟ مظهرها. ومظهرها. أكيد. فمن ضمن المظاهر الحلوة للطلة إنه هي القوام. أول حاجة هنتكلم عن القوام. القوام المناسب إن الإنسان ما يكونش نحيف ولا يكون بدين. ففي عندنا حاجة اسمها مؤشر كتلة الجسم. المؤشر ده بيقول لنا اين انت من النحافه او البدانه او انت اوفر ويت. هي معادله بسيطه، بنقسم الوزن بتاعنا بالكيلو على الطول على مربع الطول بالمتر. دي في حاليا اجهزه اول ما بتقفي عليها بتحسب لك طولك ووزنك وبتطلع لك الرقم. بالزبط. طيب ايه بقى الطريقه اللي هي الكومن اللي احنا كشباب كده ممكن نعرفها؟ اقرب حاجه للطبيعي اللي هي الحساب، مش محتاجه عمليه معقده. بنطرح تقريبا الفرق من الطول عن الوزن وناخد 100، فبنقول مثلا الشخص اللي طوله اللي وزنه 60 كيلو يبقى ده مناسب للطول 160 سنتي. واحد وزنه طوله 170 سنتي يبقى ده وزنه الاقرب للمثالي انه يكون 70 كيلو. دكتوره منى معلش، بس في البعض من البنات مش بيهتموا يعني بمظهرهم ولا بوزنهم، يعني حضرتك يعني البعض منهم قولنا ايه هي اسباب مثلا السمنه؟ تمام. اسباب السمنه ايه؟ واحد بياكل كتير او ما بيتحركش كتير، او بالعكس بياكل كتير وكمان ما بيتحركش كتير، فده هيأثر اصلا عليه، فده هيبقى ده هيبقى اصعب. او واحد عنده مشاكل غده درقيه خامله، وفي ناس تانية بتبقى عندها مجرد عامل وراثي. دايما العلاج هو علاج السبب، يعني اللي عنده خمول في الغده الدرقيه لازم ياخد علاج بيها. اللي عنده مشكله بقى في نمط الحياه، وده بقى هي دي دعوه للشباب ان يبقى في نمط حياه متميز، نمط حياه صحي. أكيد. غذاء وحركه. طبعا كلنا عارفين ايه الحاجات اللي بتزود الوزن. اكيد. الحاجات النشويات والحاجات اللي فيها دهون والفاست فود والكولا والحاجات اللي فيها سكريات عاليه. وفي نفس الوقت بقى نعمل رياضه. طب ايه هي انواع الرياضه اللي احنا ممكن نعملها؟ في ناس تقدر تشترك في نوادي ومش عارفه ايه وتعمل جيم وسباحه وسايكلينج. طب وفي ناس ثانيه مش قادره وما عندهاش وقت. بعض الاخر ما عندوش وقت. بالظبط. يبقى نعمل ايه؟ المشي. المشي ده متاح للجميع. لو احنا عملنا رياضه المشي 20 الى 30 دقيقه يوميا 5 مرات في الاسبوع يبقى احنا كده عملنا نشاط حركي. بالظبط. ممكن يكون مثلا في بهتان في اللون او فقر في الدم، فده ممكن يكون بسبب ايه؟ تمام. من ضمن الحاجات برضو اللي احنا بنقول فيها الطله، قلنا القوام وقلنا اللون. دايما البنات بتحب انها تبقى لونها متورد وجميل، فده دايما له علاقه بايه؟ له علاقه بنسبه الهيموجلوبين او نسبه الدم الكويسه. طيب ايه بقى سبب الشحوب؟ ان البنت تبدو شاحبه، انه عندها نقص في الدم، واشهر سبب في سنكو هو نقص انيميا نقص الحديد. طب ايه سبب انيميا نقص الحديد؟ واحد ما بياكلش اكل صحي ما فيهوش حديد كويس، او واحد بياكل كويس وبيفقد كتير زي البنات اللي عندها الدوره الشهريه غزيره وعدد الايام كتيره، او واحد تاني بياكل كويس وما بيفقدش لكن عنده الامتصاص بتاعه سيء.
بمناسبه الامتصاص يا جماعه، في عاده صحيه عندنا احنا بالذات احنا المصريين، بنحب قوي نشرب شاي بعد الاكل مباشره. صح يا ياسمين؟ اكيد. معظم المصريين بيعملوا العاده دي. بالظبط. فاذا احنا ازاي بقى نزود امتصاص الحديد اللي هو موجود في مصادر الاكل المختلفه، في البروتين الحيواني اللي فيه نسبه حديد عاليه زي اللحوم، الكبده، الاسماك، تمام؟ بالظبط. وفي كمان البقول. في واحد ما يقدرش يشتري كل ده، يبقى البقول، الفول والعدس موجوده. كل الخضروات والفواكه الفريش موجود فيها نسبه حديد عاليه. طيب. نعمل ايه بقى؟ نعمل طبق السلطه ونعصر عليه ليمون. الليمون ده فيه فيتامين سي. او اشرب كوبايه عصير برتقال فريش بعد الاكل. كده انا عملت ايه؟ زودت نسبه امتصاص الحديد. ايه تاني بيعمل شحوب يا يارا؟ لو احنا لو البنت دي عندها ستريس وعندها ضغوط وما بتنامش كويس، ده برضو برغم ان ممكن نعمل لها تحليل نلاقي نسبه الدم كويسه، لكن الشحوب سببه قله الراحه وقله النوم. يبقى ايه؟ الناس تاخد قسط من الراحه وفترات النوم تبقى اكتر بالليل. ممكن يكون ارهاق زياده، ارهاق عام. ما اقعدش طول الليل على الشات. بالزبط. ويبقى الصبح شكلي ان انا ايه؟ مرهقه. بالزبط. وتعبانه زي ما بيحصل. طيب دكتوره منى، حضرتك قولي لنا، هل الاكتئاب بيؤثر في البعض من الشباب، يعني بيخليه يؤدي الى الانتحار؟ الاكتئاب بيعمل يعني مثلا في بعض من الشباب مكتئبين، يعني مكتئبين، هل ده هيخليهم ان هم يؤدوا الى الانتحار؟ ممكن يكون عندهم ضغوط او احساس بالاحباط، فده ممكن. وبرضه الوزن ليه علاقه بان اللي هو الشخص يجي له الاكتئاب؟ ما عشان كده احنا بنقول من ضمن مظاهر الصحه، الصحه الذهنيه والنفسيه والعلاقات الاجتماعيه. الشخص اللي هو دخل في مود اكتئاب معنى كده ان العلاقات علاقاته بالاسره وباللي حواليه علاقات سيئه، وكمان هو مش محدش مهتم بيه. او زي ما حضرتك قلتي الوزن برضو ليه جانب كبير. فبيعمل ايه بقى؟ ممكن ده يحط همه في الاكل. يعني في ناس لما تكتئب تاكل كتير. أيوة. زي ما في ناس لما تكتئب تضرب عن الطعام. بس ده معناته ان هو ما عندوش توازن الذهن، عنده صحه الذهن مش موجوده بشكل كويس. عشان كده فكر في ايه؟ اقدم على الانتحار. وعلاقاته النفسيه والاجتماعيه والاسريه سيئه ومحدش منتبه عليه. فالحقيقه النموذج ده يعني ما نحبش نشوفه اكيد في مجتمعنا. يعني البرامج اللي زي كده هي للتوعيه. مشكلات مثلا مش بتاثر بس على المظهر ولكن بتقلل نشاط الشباب. ف ايه هي المشكلات دي وايه سببها وايه علاجها؟ النشاط الحركي للجسم طبعا معتمد على ايه؟ ان يكون عندي نسبه الكالسيوم وفيتامين د كويسه، وان يكون نشاط الغده الدرقيه غير خامل. طيب هل احنا بناخد الاطعمه بتاعتنا فيها المصادر الطبيعيه للكالسيوم وللفيتامين د؟ طيب في ناس لا. طيب مثلا اعرف ازاي ان انا عندي نقص مثلا في الغده الدرقيه؟ تمام. الغده الدرقيه دايما بيبقى الانسان بيشعر بالخمول وبيلاحظ ان وزنه بيزيد من غير ما يكون بياكل كتير فعلا. ومن غير ما يكون وبيبقى فعلا مش قادر يبذل مجهود. والبنت بيحصل عندها لخبطه في الدوره الشهريه. فدي يعني اول حاجه بيفكر فيها الطبيب ان هو يعمل يشيك على هرمونات الغده الدرقيه، خاصه لو كان في تاريخ عائلي ان الغده الدرقيه في هذه الفاميلي في عندهم مشاكل قبل كده، اللي فيها ليها علاقه بالوراثه. في ليها عنصر. يبقى نقص فيتامين د هو من اللي بيقلل النشاط، ونقص الكالسيوم بيعمل الم وعدم القدره على ما بتحركش زي غيري. عندي الام في العضلات وعندي الام في العظام وحاسه دايما ان انا يعني بذلت مجهود حركي وانا بالفعل ما عملتش كده، فده بيأثر على النشاط العام. فلازم انتبه ان انا اخد اكل فيه كالسيوم. الكالسيوم طبعا كلنا عارفين موجود في منتجات الالبان المتنوعه، وموجود ايضا في الاسماك، والفيتامين د موجود اكتر حاجه في المأكولات البحريه وفي بعض الفواكه المجففه. التعرض للشمس هو المصدر الاساسي اللي بيعتمد عليه كل البشر للحصول على فيتامين د. فاحنا الشمس يعني اذا الشمس ليها مهمه جدا جدا، اهم حاجه اهم من اي حاجه. بس دكتور في شمس تحسي ان هي يعني محرقه مثلا الساعه 2 الظهر او الساعه 3 مش بنقدر. بالظبط. يبقى اذا لازم نتعرض للشمس في الاوقات المناسبه اللي هي عندنا هنا في مصر مثلا ما بين الساعه 9 الى 10 بتكون في شمس لكن مش حارقه. زي ما قلتي كده ما تعرضش للشمس الحارقه ويجي لي ضربه شمس وكمان مش هستفيد لان الاشعه المطلوبه مش موجوده، وبعد العصر كمان.
بالزبط. بتكون الشمس حدتها قلت ويكون مفيده. حضرتك مثلا الصفاء الذهني هل بيأثر برضو على نشاط الشباب؟ طبعا، لان لو الانسان غير صافي ذهنيا يعني معناته ايه؟ ما عندوش اهداف عايز يحققها، وما عندوش طاقه ايجابيه، وسوشيالي ما عندوش علاقات كويسه، ما بيعرفش يشتغل في التيم وورك، وما بيستمدش الطاقه الايجابيه لا من ذاته بان هو يلاقي نفسه حقق نجاحات، ولا من اللي حواليه، ما بيدورش على النموذج الطيب. عشان كده المفروض اختيار الاصدقاء واختيار التيم وورك اللي انا بشتغل معاه بيرفع معنوياتي وانا برفع اللي معايا. بنكمل بعض. يعني اهم حاجه بعض. البيئه المحيطه بالشاب ده ان هو تكون دايما بتحفزه، دايما ان بالزبط. هي بتعطيله طاقه ايجابيه، هو عنده طاقه ايجابيه لنفسه، وعنده اهداف واضحه، وعنده صفاء ذهني، وعنده حالته النفسيه، هو عايز كمان يحقق طموح، وعنده طموح، عايز عارف هو عايز ايه، وبيمشي بخطوات ثابته ليه، والبيئه اللي حواليه تكون مناسبه، وعلاقاته جيده طبعا بالاب والام. وبعدين الدائره الاكبر الزملاء والاصحاب. بالزبط. وبعدين بقى الجيران واهل الحق. يعني اوسع الدائره، كل ده بيأثر عليها دكتور، بيأثر ايجابيا، فبالتالي بيبقى عنده توازن وصحه نفسيه وصفاء ذهني. اكيد. نصيحه تحبي توجهيها للشباب؟ ده حاجات كتيره قوي. عايزه اقول لهم طبعا الحفاظ على نمط حياه زي ما قلنا، الغذاء والحركه. عايزين كل واحد يبقى عارف ايه اهدافه ويحاول يحققها. عايزين كل واحد يكون عنده هو نفسه طاقه ايجابيه للاخرين، ويستلم الطاقه الايجابيه من الاخرين. ابعد عن الناس السلبيين في حياتي، اعرف ايه هو المطلوب مني، دوري ايه في المجتمع، ولو حصل وقابلت اخفاقات يعني اصنع منها امل جديد. العمل يعني السن بتاعكم طاقه وعمل وامل، هو ده الشباب، وطموح عالي جدا. أيوة. طموح عالي جدا. للاسف الفقره بتاعتنا وقتها خلص، هي كانت فقره صغيره ومعلومات حضرتك كثيره، واحنا حابين نشكر حضرتك يا دكتور معانا جدا، حضرتك استفدنا جدا من معلوماتك. وازاي اتعلمنا ازاي ان البنت تاخد بالها من نفسها بالشكل الصحيح. شكرا لحضرتك الدكتوره منى نور الدين، اخصائيه النساء وصحه المراه. شكرا لحضرتك. بشكرك يا ياسمين. بشكرك يا رب. نشكر حضرتك يا دكتور مره ثانيه. مشاهدينا، دي كانت حلقتنا للنهارده، ان شاء الله اشوفكم على خير في حلقه جديده من برنامج عايش الشباب. عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده، عاش الشباب اللي بيبني بعرقه مجده، عاش الشباب اللي بيهزم اي يأس مهما شافه، عاش اللي شايل حلم بلده همها فوق كتافه، عاش الشباب.